احتفلت الرهبنة الكرملية في الأراضي المقدسة بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب بواردي، وقد ترأس غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين الاحتفال بهذا العيد، وذلك في خيمة بستان دير الكرمل في بيت لحم. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، أقيم قداس احتفالي في باحات كنيسة الكرمل في بيت لحم، ترأسه غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمعاونة المطران مارقدسو ولفيف من الكهنة، وبحضور عدد من الراهبات الكرمليات وراهبات الوردية وراهبات مار يوسف، حيث ابتدأ القداس بدخول الموكب وسط ترانيم للمرنمة رباب زيتون والعازف لؤي زهر، وبحضور حشد من المؤمنين. وفي عظة البطريرك الذي لخص حياة القديسة مريم بأن حياتها كانت صعبة في البداية لأنها كانت مليئة بالعقبات والعراقيل والرفض اللامتناهي، إلا أنها أصرت أن تكمل مشوارها وحياتها لتسير في مشروع الله لها، فهذه كانت مشيئة الرب لأن تكون بقلب الكنيسة. القديسة تقدم لنا رسالة مع جميع هذه الصعوبات التي يمر بها العالم من مرض وجوع وألم، حيث تقول لنا: حينما تكون في تجربة اركع أمام الرب ساجداً في أي مكان كنت، وقل في قلبك: يا رب، أكفر بالشيطان وبأعماله ولا أريد إلا إياك. وروحك القدوس حينها ستنتصر على هذه الأهوال. وبعد إعطاء البركة الختامية، توجه الجميع إلى بستان الدير، حيث تم حفل الاستقبال وتقديم التهاني للراهبات الكرمليات. We are celebrating today here in Bethlehem the feast of Mariam Bawardi. We all love her because she was a daughter of this land, of Palestine, a Palestinian, and also a daughter of Christ. And this makes her an example for all of us how to live here as Christians, as a Palestinian Christians here in this land. And she's remain an example of stubbornness in God. احنا اليوم بنحتفل بعيد القديسة مريم يسوع المصلوب، وبصراحة الأجواء حلوة لأنه السنة الماضية كان كورونا وما كانش الاحتفال بين الناس. طبعا بنقولكم كلكم كل سنة وانتم سالمين. القديسة هاي هي شفيعة السلام في الشرق الأوسط في بلادنا، نطلب منها إنها تتشفع لنا للسلام في قلوبنا، في نفوسنا، في العالم، في بلادنا. وطبعا منقولها انه ترافقنا الفترة هاي ودايما لمنه نطلع من هالأزمة ومن هالأوضاع الصعبة اللي احنا عايشين فيها. كل قديس بيعطي فرح، كل قديس بيعطينا رجاء، وكل قديس بيعطينا أمل. فهالقديسة هاي بتعطينا فرح التواضع وفرح انها العدم الصغير. ومعها منقول للكل كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب السنة الجاي بتكون الدنيا فتحت وبتكون العالم كلها رجعت للحياة الطبيعية. كل سنة وانتم سالمين. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسة الكرمل بيت لحم.